أظهرت قيادة المملكة قدرتها في إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد عبر حزمة من القرارات الاحترازية للوقاية من مسبباته والحد من انتشاره، كما ساهم مستوى التكامل والتنسيق بين القطاعات الحكومية من خلال اللجنة المعنية بفيروس كورونا في استثمار الإمكانات المتاحة لكل قطاع والمشاركة مع وزارة الصحة في مسؤولية الواجب الوطني للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين. ويعد التعليم أحد أهم القطاعات المحورية المشاركة في إدارة الأزمة مع وزارة الصحة، ليس فقط في إيصال الرسائل التوعوية والتثقيفية للحد من فيروس كورونا، ولكن في الاستفادة من الإمكانات الكبيرة المتوفرة في المستشفيات والمراكز الصحية والبحثية في الجامعات من طواقم طبية وتمريضية ومنشآت صحية على أعلى مستوى في عدد من مناطق المملكة. وتأكيداً على تكامل الأدوار التعليمية والصحية لخدمة أبناء هذا الوطن والمقيمين على أراضيه، فقد وجه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بتوفير عدد من المباني في جامعات الملك فيصل والإمام عبد الرحمن بن فيصل وجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، وتجهيز مبان أخرى في جامعات الملك سعود والإمام محمد بن سعود الإسلامية والملك عبد العزيز، وذلك ضمن خطة وزارة الصحة الاستباقية في التعامل مع أي تداعيات محتملة لا قدر الله والاستعداد المبكر لها من خلال تجهيز تلك المباني بالمواصفات الفنية لعزل المصابين والمشتبه بهم وتقديم الخدمات اللوجستية من تغذية وتعقيم ومتابعة صحية وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تضمن سلامة المجتمع. حفظ الله الوطن وقيادته وشعبه من أي مكروه.